وإلى الأخبار المحلية، حيث توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لاتفاق مبدئي مع منتخبي بلجيكا وباراغواي لمواجهتهما وديا في مايو المقبل استعدادا لمونديال روسيا. ويستعد المنتخب لكأس العالم بروسيا والذي ينطلق في 14 يونيو، حيث يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية وأوروغواي. أرسل اتحاد كرة القدم المصري خطابا إلى نظيره الكيني يطلب فيه إقامة مباراتين وديتين بين منتخب الشباب المصري والكيني في الفترة من 20 حتى 26 من مارس المقبل. وكان اتحاد الكرة قد قرر إلغاء دورة منتخب الشباب مواليد 99 والتي كان مقرر استضافتها بالقاهرة في شهر مارس المقبل بمشاركة أكثر من منتخب أفريقي بسبب ارتباط عدد كبير من المنتخبات بمباريات في الدور التمهيدي الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق سموحة أنه يسعى لإنهاء الدوري في المربع الذهبي حتى يمكنه المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل. وأضاف يوسف في تصريحات اليوم أنه غير راضي عن إهدار لاعبيه للفرص، مشددا على أنه عمل طوال الفترة الماضية على التخلص من تلك الأزمة، ولكن هذا لم يحدث بشكل كامل حتى الآن. نجح نادي الأسيوطي في التعاقد مع ظهير أيسر منتخب أوغندا وفريق كامبالا سيتي إيزاك مالولي لمدة 3 مواسم ونصف. وأقام اللاعب صاحب 23 عاما بالتوقيع على عقود انتقاله اليوم بحضور وكيل أعماله ومسؤولي نادي الأسيوطي.